وصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وفي استقباله القيادة الكويتية لدى وصوله إلى الصالة الأميرية الخاصة في مطار الكويت، وفي حفاوة خاصة يجدها سمو ولي العهد والوفد المرافق له. ونتابع مزيد من التفاصيل حول هذه الصورة المعبرة عما تربط البلدين الشقيقين المملكة والكويت من علاقات ومحبة وتقدير يربطهما التاريخ واللغة والجوار والدين واللغة العربية. الله يحفظك.